لكن نذهب وإياكم لنتحدث حول انتهاج الأسلوب الناقد، المحاولة في التعبير عن معاناة الشعب الفلسطيني الواقعي، وبالتأكيد خاصة ليست المعاناة ربما العادية، إنما معاناة غزة المضاعفة ما بين الحصار والإغلاق الذي يعيشه الأهل والأحبة في غزة، لكن بطريقة المونولوج الغزي، وهو محاولة تعبيرية عن معاناة الشعب الفلسطيني. ينضم إلينا الفنان المونولوجي من غزة حسام خلف. صباح الخير حسام. صباح الورد لك أستاذتنا، وصباح الورد لكل اللي بيسمعونا عبر الإذاعة. أهلا وسهلا بك حسام، ويا حبذا لو ترفع لنا الصوت قليلا حتى نستطيع أن نسمعك بشكل واضح. يعني بداية عرفنا عن المونولوجي الفنان الغزي حسام خلف. بداية، حسام خلف هو شاب غزاوي فلسطيني كادح، واجه الكثير من المشاكل، بداية بالبطالة ونهاية بالحروب والحصار إلى آخره، من قضيتنا اللي ما زالت هي قضية العالم الأولى. المونولوج هو أسلوب، استخدام أسلوب الفن الساخر المليء بالضحكة البعيد عن الحزن الشديد، حيث بات الأسلوب التراجيدي أسلوب قديم لا يمكنه إنجاز أو إيصال رسائلنا بالقوة اللازمة، لأنه من زمان وإحنا عايشين بأسلوب التراجيديا. نعم. فلم تعد التراجيديا تأتي بهمها زي ما بقول. طب نعم تفضل. ولذلك قررنا ان احنا نحط نستخدم شيء اسمه الكوميديا السوداء او المونولوج، لنعبر فيه من عن نفسنا كشباب، عن قضيتنا الفلسطينية، والحمد لله رب العالمين نجحنا ومستمرين بفضلكم. طيب، يعني أسلوب جميل هو أن يكون هنالك تعبير عن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أننا ربما يعني الإجابة واضحة حسام، إذا أردنا أن نسأل في أي المناحي الحياتية أنت تتطرق في هذا التعبير من خلال المونولوج ومن خلال هذا الأسلوب. ربما غزة مليئة بالقضايا، مليئة بالمعاناة، مليئة بالواقع المرير. غزة هي بدنا نستخدم المونولوج لنعبر عن قيمة ناس أو قيمة شباب أو قيمة مجتمع ما، فهو أنسب ما يكون استخدام المونولوج هو لمدينة غزة ولفلسطين، نظرا لأنه كل لحظة في قضية جديدة، في موضوع جديد، في احتكاك جديد، في والمواضيع كلها يشوف، يعني قطاع غزة مساحته جغرافيا بسيطة جدا مقارنة بالعالم، ولكن كل قضايا العالم مرتبطة بفلسطين ومرتبطة جدا بقطاع غزة. نعم بالتأكيد. طب حسام، يعني شاهدنا إنتاجات فنية من هذا النوع بصراحة، وكنت جريئا فيما عرضته، وبالتالي أنت انتقدت بشكل فني كافة الأحزاب، كافة الأطر السياسية، يعني ربما أيضا أحداث، هذا أليس من شأنه أن يعرضك للمساءلة، أن يعرضك ربما للتقييد والتضييق نوعا ما؟ فهل بالفعل تعرضت لمثل هذه الأساليب بسبب ما أنت تتجرأ والحديث عنه وهو واقعي على أرض الواقع، ولكن يعتبر تابو بصراحة في الحديث عنه؟ سياسة الانتقاد هي سياسة جديدة على مجتمعنا وعلى حركاتنا فصائلنا الفلسطينية في كل اتجاهات. نحن بنوجه هذا الانتقاد مش لننتقد، لنصلح. فرحلة البحث عن إصلاح هذه كتير 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 لطيفة. نعم. هلأ في بعض الأشخاص أو بعض الحركات بتتعامل كيف إنه ممنوع تنتقدني، ممنوع تحكي حتى عن عيوبي. هذا الأشياء كانت بالبداية واجهت صعوبة كبيرة للأمانة، وتعرضت لبعض الأشياء والاحتكاكات المباشرة، وتم الاختطاف أكثر من مرة.
ولكن بعد التأكد 100% أنه حسام خلف أو الشاب المونولوج اللطيف الكادح الخريج هو بيعبر عن ذاته أولا، ثم بيعبر عن نموذج وشريحة كبيرة من الشباب اللي شبهه في قطاع غزة وفلسطين. بعد هيك أعتقد صار يعني من العيب أنه أي واحد يتدخل باتجاه أو يضغط على شاب. هو شاب، أنا يعني شاب لحالي وضعيف وما حد بيمولني، إنتاجي ذاتي، أصدقائي حوالي، كل هذا عشان أعبر عن نفسي وعن شبابي وأهلي وناسي. نعم. والتأكيد على وجود بعض الأخطاء، الانتقاد حاجة كتير لطيفة لو كل واحد فينا استغل الأشياء اللي بتوجه له فيها الانتقاد وبيطور منها، كل واحد فينا راح يستمر ويتألق ويلمع وينتشر وهذا ما نبحث عنه. طب هذه المضايقات حسام، هل بصراحة يعني كانت تثبيط للمعنويات بالنسبة لحسام، أم شرارة مشتعلة تعطيه الطاقة ليستمر في هذا العطاء؟ والله أنا بقول هي كانت الشرارة. الشرارة، احنا كشعب فلسطيني معروف ان احنا شعب عنده عزيمة وعنده يعني هذا التفكير، فاهم علي؟ انه ممنوع تعمل هيك. ليش؟ اذا اقنعتني ولقيت اجابة حقيقية ولقيت الامور صح تمام، اما بس مجرد انه ممنوع تعمل هيك، ممنوع تعبر عن نفسك، ممنوع، لانه منظرنا العام، منظرنا صديقي مش مهم، خلي العالم كله يعرف انه احنا عندنا مشكلة. نعم. مش مهم. مش مهم، خلي العالم كله يعرف انه عندنا مشكلة، واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. ليش احنا بنحافظ على انه نقول بيتنا جميل، وطننا رائع، وهو وطننا رائع وبيتنا جميل، ولكن ما زال تحكي احتلال، ما زال بنحاول ان احنا نقول مساحة فلسطين 27,000 كيلومتر مربع، بنوصل كثير من المفاهيم من خلال الفن اللي احنا بنقدمه. بنثبت على كثير مفاهيم كمان، في عنا اجيال ما بدنا اياها تنسى القضية، في عنا فكر العلاقة بالفساد اللي بدأ يطفو للسطح وبكثرة. المونولوج هو عبارة عن اسلوب الدائرة الحمراء، هو وضع دائرة حمراء على المواضيع اللي عليها مشاكل، بداية بالفساد ونهاية بتعميق الأفكار اللي العلاقة بدعم الوطن وحب الوطن وحب القضية. نعم. وترسيخ هذه الأفكار في أدمغة الأجيال اللي جاي. هذا وظيفتنا. نعم. طب الكلمات اللي بتكتبها للغناء من خلال هذا الأسلوب الناقد، يعني وأحيانا يكون لديك رفقاء أيضا في هذا المشوار وفي الغناء والأداء التمثيلي، يعني هل تستغرق وقتا من حسام؟ هل دائما يكون متاح لأي حدث، لأي موقف بالفعل أن يكتب حسام ويخرج بإنتاج فني ناقد بشكل كبير لما يحدث على أرض الواقع؟ طبعا الجهوزية كاملة. أنا حسام خلف يعني خريج إذاعة وتلفزيون جامعة الأقصى من تقريبا 12 أو 13 سنة. حالي كحال كتير شباب، يعني إذا بدهم يضلوا موقفين على الأطلال فلن ينجحوا في إنهم إيش يحصلوا على حاجة. بكل اتجاهات أي عمل أنا بقوم به هو بمثابة ارتجال ولكن مرتب. كانت الأمور بداية رايحة بالاتجاه الارتجال، أنا ممكن أعيد صياغة أي موضوع أو أتكلم بأسلوب مونولوجي ساخر مباشرة. بس هلا الموضوع صار بحاجة لاستوديو، إنه كيف أنا بدي أنقل المعاناة تبعتي أو معاناة شعبي للعالم برا وكله بدي يشوفني بس نفس الوقت بطريقة بروفيشنال. احنا اشخاص مش ما بننتظر شفقة من حد، فاهم علي؟ متأكد كيف احنا مجتمع فلسطيني اول ما يشعر انه في شخص بيتعامل معه بالشفقة بتضايق. بصراحة. نعم. لانه ما بنحب حدا لكن انتم تمولون انفسكم من تلقاء نفسكم. بالضبط، هو عبارة عن مجهود او نتاج مجهود مجموعة شباب. مجموعة شباب هاي خريجين جامعة بنشتغل مع بعض، في عندنا شباب بيصوروا، شباب بيعملوا مونتاج،
أنا بقى أتعامل بوحدة الصوتيات نشتغل أعمال أخرى وبعدين بنرجع عشان نكون مجموعة الفلوس هاي اللي من خلالها ننتج إحنا أغاني. الأغاني هاد بس مش لمجرد إنها أغنية، بالعكس هي بتكون عمل، عمل بيفرغ نفسيا علينا وعلى أهلنا وناسنا، وبيشرح قديش عندنا معاناة قديش عندنا مشاكل داخلية وخارجية في رحلة البحث عن إصلاح. نعم نعم، مش بس في رحلة البحث عن بس بنقول في مشاكل وعندنا مشاكل، لا يعني هو الغرض من العرض أيضا أن يكون هنالك أداة تغييرية بهدف التغيير لو البسيط لما هو معاش على أرض الواقع. إجمالا نحن نقدر ونثمن الجهود المبذولة في هذا الفن والتقديم هذا النوع من الفنون التي بصراحة من شأنها أن تتطرق لقضايا الشباب الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، معاناته وأوجاعه، وربما أيضا بطابع جديد لم نعتد عليه مسبقا. نتمنى لك دوام إن شاء الله النجاح والتميز، وأشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. سيد حسام خلف، فنان مونولوجي من غزة، شكرا جزيلا لك، ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا الصباحي في هذه اللحظات والمزيد